سؤال: ما حكم استمرار القنوت على الكفار في الصلوات الخمس؟ لدينا سنة من 7 أكتوبر إلى الآن، ما حكم استمرار القنوت على الكفار في الصلوات الخمس؟ المشروع القنوت في النوازل في جميع الصلوات الخمس، وهو في صلاة الفجر آكد وأفضل، وإن قنت في بقية الأوقات فلا بأس. دعاء القنوت لا يشترط فيه أن يكون بالأدعية المأثورة، بل بدعاء يناسب النازلة. يعني دعاء النازلة مش في اللهم هديني في من هديت، ده الدعاء التقليدي للقنوت. دعاء النازلة مباشر على النازلة، اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم افعل كذا، دعاء بخصوص النازلة التي حدثت، سواء أعداء أو وباء أو مرض عام أو. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: يشرع أن يقنت في النوازل يدعو للمؤمنين ويدعو على الكفار في الفجر وفي غيرها من الصلوات. كذا كان عمر يقنت لما حارب النصارى بدعائه الذي فيه: اللهم لعن كفرة أهل الكتاب. وكذا علي لما حارب قوما قنت يدعو عليهم. وينبغي للقانت أن يدعو عند كل نازلة بالدعاء المناسب لتلك النازلة، وإن سمى من يدعو لهم من المؤمنين ومن يدعو عليهم من الكافرين المحاربين كان ذلك حسناً.